Today I don't want to eat pizza. I'm a hot second, but is it hot sauce? Today, guys, I'm gonna eat pepperoni pizza. I don't know how much seconds, but I'll be a fast eat. 1, 2, 3. عظم التجربة في جميع الفكرة اللي هو قال لك سنسامح ولكن لن ننسى. سنسامح ما يعني ما من ظلم وتفرقة عنصرية إلى آخره ولكن لن ننسى. وده عشان تقدر تبني مستقبل جديد لازم تسامح لكن ما تنساش. فأنا بأكد لك بشكل يعني قولا واحدا كده زي ما بيقولوا علماء الفقه، أنا سامحت في أي خيانة عبر حياتي كلها، سواء كانت خيانة حد من أصدقائي، قرايبي، حد يعني تاني ضهري حاجة، أو سواء من ست، في النهاية كلهم خيانات، فالخيانات كلها أنا بعرف أسامح عليها، لأن لو ما سامحتش بتحط نقطة سودة في قلبك، والنقطة السودة لما بتكتر في القلب بتطلع منها، فقدرتك على التنشتاق الناس اللي ما تقدرش تنسى تقدرش تسامح، صدقني بيبقوا اشقياء اكتر من الناس اللي بتقدر تسامح. فانا تعودت ان انا سامح، وتعودت ان انا ما ردش حتى سهام موجهه لي. يعني متى كنت قادر على ردها؟ طب اخر جزء بقى كان عشان يصير ما بينش عشان يروح شنو الكلام ده. طب نظام نعم شايف من وجهه نظرك المكان الوضع 100%. طب قانون العزل السياسي الإخواني؟ لا، أنا دايما مش مع أي قوانين استثنائية، ودايما بقول إن إرادة الشعب هي الغالبة، ودايما بقول إن اللي هيقدر يعزل الناس دي ويقدر يعاقب أي سائل من الشعب. عايز حاجة تانية؟ اوعي مرتب بقى، ما توعي يا بطو بقى. انا بعمل الفيديو ده فيديو كبير.